السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم وليداتي الأبطال؟ لاباس عليكم؟ مبروك رمضان. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم يا ديلك طفلي. غنكملوا مع بعض الحروف الهجائية اللي بدينا ومع حرفين جديدين غنتعرفوا عليهم الآن. واش مستعدين وليداتي؟ جاهزين؟ يلا نبداو على بركة الله. الحرف الأول اللي معنا اليوم هو حرف الكاف. ك ك نعاودوا مع بعضياتنا. كاف كاف كاف. برافو. ولكن دابا بغيت نسمعكم تتعاودوا من ورايا. يلا كاف. برافو ما شاء الله عليكم، حسن جدا، مزيان. يلا عاوتاني. برافو. كاف كاف. مثلو مثلو. كتاب كتاب. كتبوها. كي كتاب. كتاب كتاب. نعودو. يلا كاف كاف كاف. كتاب كتاب. فين عندنا الكاف؟ فين عندنا الكاف؟ جا عندنا الكاف اول الكلمه، ها هو كاف. جا عندنا في الاول كاف. دابا نمشيو للحرف الثاني اللي هو حرف القاف. قاف قاف. يلا نعاودو. قاف. شنو عندنا في القاف؟ عندنا جوج ديال النقيطات، جوج ديال النقيطات من الفوق. قاف قاف قاف. يلا عاودوا معايا باش نسمعكم تقولوها. يلا قاف. برافو عليكم. قاف قاف. مثلو مثلو. قطة قطة. نكتبوها. ما نساو جوج النقيطات. قطة قطة قطة. فين عندنا حرف القاف؟ فين عندنا حرف القاف؟ تا هو اندجا في الأول ديال الكلمة، في الأول ديال الكلمة. يلا قاف قاف قاف. قطة قطة. دابا نعاودو مع بعضياتنا الحروف اللي قرينا من أول حصة. يلا كاف كاف كاف. كتاب كتاب. قاف قاف قاف. قطة قطة. نتمنى يا ربي نكون وصلت لكم هاد جوج الحروف بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله غدا ننتقلوا النشاط اللي غادي يكون زوين بزاف بزاف، لاننا عمرنا ما درناه نشاط جديد. يلا نتلاقاو في النشاط. السلام عليكم وليداتي. النشاط ديال اليوم هو اننا غادي نكتبوا الحروف اللي قرينا اولا نخرجوهم في المطبعه، ومن الاحسن اننا نحاولوا نرسموهم بحال لا ترسموا شي حاجه، نشوفوا في السبوره ونحاولوا نرسموا بحالهم. نديروا حرف الكاف اللي قرينا وحرف القاف ياك، ونحتاجوا اللصاق ونحتاجوا التصديفات بالالوان. يلا نشوفوا شنو غنديروا. غنبداو نديروا اللصاق فوق هاد الخط ديال حرف الكاف. هاد الخط هذا غنديروا فوق منه اللصاق. هاد الخط هذا شفتو غندوزو فوق منه الفرشاه اللي فيها اللصاق، ومن بعد غنحاولوا ناخذوا صديفات ونحاولوا نمشيو فوق الخط، ونحاولوا كل مره نديرو لون شكل. ديرو كل مره لون في شكل باش تجينا حرف الكاف يجينا زوين. يلا حنا تنديرو هكا، حنا تنقولوا كاف كاف. يلا قولوا معايا كاف. شوفوا كيفاش غادي يجي هذا حرف الكاف. هذا حرف
الك هذا حرفه الك، نشوفو كي جا. شوف حرفه الك، هذا حرفه الك. نخليوه يجف مزيان وديك الساعه نعلقوهم في الثلاجه باش دائما تفكروا حرفه الكاف. نحطوا هذا هنا بلاصتو ونوليو نكرروا نفس العمليه مع الحرف الثاني اللي هو حرف القاف. حرف القاف، يلا مع بعضياتنا عاوتاني نمشيو فوق الخط بطريقه مزيانه بشويه، وحنا غادي نكملوا كل شيء هذا الحرف. مشيو فوق الخط بحال ترسمو، وحنا ترسمو، وحنا ترسمو بالصداف هكايا. مشيو بشويه علينا، مشيو بشويه علينا حتى نكملو الخط، وحنا تنقولو القاف القاف هاك. برافو عليكم، هاد النشاط غادي يعجب الوليدات بزاف بزاف. ماماكم غادا تعطيكم الصطايف الالوان، وانتوما غادا تمشيو فوق الخط ديال حرفو القاف وحرفو الكاف. دابا شنو خصنا، شنو خصنا؟ ندير جوج ديال النقيطات بالاحمر باش يبان منين. ها هما، هذا النقيطات ديال القاف، هذا حرف القاف، هذا حرف القاف، وهذا حرف الكاف. كاف قاف، عنده جوج ديال النقيطات. وصلنا للنهاية ديال النشاط ديال اليوم، نتمنى نكون فهمتكم مزيان وترسخ ليكم الحروف اللي قرينا هاد الحصة في الأذهان ديالكم. حفظكم الله أولادي الأعزاء، ما تنساوش الاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش، والضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.